النجاح اللي حققه المنتدى الأول لسينما الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لسنة 2018، يعود المنتدى للسنة الثانية على التوالي بهوتيل كونراد دبي في فرصة جديدة لرسم خريطة اقتصادية ورؤية فنية جديدة في المنطقة لقطاع الترفيه ومشغلي دور العرض السينمائي. أنا فرحانة إنه القاهرة والناس من القاهرة إلى دبي موجودة معنا في الإمارات، وهذا شيء طيب وجهودهم طيبة إنه يغطوا هذا المهرجان الجميل. Manila Cinema Forum is the only cinema convention in this part of the world. All of the big markets in the world, including US, Americas, the Asias, have had platforms like this where the cinema industry comes together. This includes the cinema operators, people who produce content, filmmakers, whether being local studios or international studios. في فرص كثيرة إن إحنا نقدر نساعد منتجين المحتوى ومطورين المحتوى إن يحصلون في مدينة دبي وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، ففرصة إن إحنا نشوف محتوى عربي أو محتوى إقليمي جيد يروق للمتلقي إن شاء الله. ويعد هذا المنتدى المنصة الوحيدة والفريدة من نوعها، وده لقدرته على جذب أشهر صناع القرار في القطاع مع مبدعي الأفلام الدوليين ومشاركة الأفكار والإبداعات بين السينمات المختلفة بين هوليوود وبوليوود وأيضا السينما العربية. Now we see cinemas having a more F&B concepts and they need more engaging with the cinema goer. So you see in today's cinema you have a lot of LED screens which play trailers. Before what used to have posters for upcoming movies is now also turned digital. افتتاح VVIP سينما، يعني انت اليوم تقدر تدخل للسينما وتحس نفسك بكل وسائل الراحة كأنك في فيلا 5 ستارز.